اولا باش نهضروا على المثريات المقابله. قبل ما نهضر على المثريات كنشكر اللاعبين على الاداء ديالهم على المقابله اللي قاموا بها، كنشكر الجماهير ديالنا الكبيره اللي ديبلاصات في جهتنا. الكره كنعرفوا فيها التوفيق لانه حنا اللي ميتريزينا الماتش كامل، حنا اللي كرينا لي زيكوازيون كامل، حنا اللي تحت لنا الفرصه باش نسجلوا، ولكن ما تاثاش لينا داك الشيء. بارفوا بعض الاحيان كتغيب النجاعه، كنظن بانه من بعد اشتغال ديال خمسه ولا سته ديال الحصص فبانت الحمد لله واحد لاميليوراسيون وبانت واحد لا ريغور حتى بالنسبه لداك الشيء اللي قلناه اللاعبين، فكنظن طبق بواحد النسبه كبيره. كنتمنى ان شاء الله باذن الله كيف ما كنعرفوا الشامبيون كورسي غنلعبوا دون دو جور، غنلعبوا ماتشات وغنلعبوا عاوتاني دون دو جور. انا ما عرفتش ولكن ما ندخل في هذه الحيتيات لانه باش تلعب بوندون اون سيمين تبدا انت الاول والثاني انت الاخر، انا ما عمري سته ما نكذبوش. وكنظن بانه كاينه نقطه استفهام في بعض الحالات ديال الاربيتراج، كاينه نقطه استفهام لانه انت قريب من الكره وشتي الكره فعاودنا 500 خطره وما كنظنش بانه كتستحق البينالتي، ولكن كتبقى سي صافي بارتي دو فوتبول. كنتمنى ان شاء الله باذن الله اللاعبين غنحاولوا نخدموا سيغ لو كوتي مورال، لان ما نخدموا دابا نخدموا سيغ لو كوتي بسيكولوجيك باش نوزنوا اللاعبين نقدروا نوزنوا يكونوا 100% ان شاء الله ضد المقابله ديال تطوان اللي غتبقى مقابله هي صعيبه في الملعب ديالنا. كنتمنى ان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه، حنا كنخدموا كنتمنى ان شاء الله الحظ وكنتمنى حظ سعيد للفريق المنافس حتى هو في اخر الدورات.